ترند النهارده جميل كالعاده، ولازم نحيي نجمنا اسطوره عمرو دياب. عمرو دياب ما راحش لبنان تقريبا 10 12 سنه اللي فاتوا، يعني من 2011 عمرو دياب ما راحش. اول مره عمرو دياب يعمل حفله هائله في بيروت. عايز اقول لكم لبنان الدنيا، شوارع طرق كله توقف بسبب عمرو دياب، لان هو عمرو دياب. تخيل عمرو دياب يشدو في بيروت، ولا اجمل ولا اروع. ترند هو عمرو دياب. وزير السياحه قابله وكرمه، واحتفاء بعمرو دياب، يغني اغاني يعني ليله جميله جدا في بيروت. وعمرو دياب اولا سعيد جدا، مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقاطع لعمرو دياب من حفله عمرو دياب، توافد هائل، الاف حضروا حفله عمرو دياب، كله بيرتدي زي الابيض. وده كان شرط، اللي يحضر الاحتفال ده لازم يلبس ملابس بيضاء، لبس ولبس كله. حفله كانت رائعه جدا. الهضبه يغني، وباقه من اغاني الهضبه والاغاني المتميزه والشهيره لنجمنا كلنا محبب بالنسبه لنا عمرو دياب، ايقونه طبعا لدى كل الجماهير في العالم العربي، مصر والعالم العربي طبعا. بيروت كلها اغلاق لكل الشوارع تقريبا في كل حته، استعدادات امنيه كانت مبكره جدا، حفله بالليل من الصبح كانوا قافلين الشوارع، تامين كل الشوارع، ازدحام مروري كبير جدا، اهم شوارع في بيروت اتقفلت عشان عمرو دياب، عشان ظهور عمرو دياب، عشان عودة عمرو دياب إلى بيروت بعد غياب 12 سنة. ولكن عمرو دياب مسرح يعني بالآلاف، يعني صعد عمرو دياب أنغام غني الشهيرة، وتفاعل الآلاف مع عمرو دياب اللي قاعد يغني لمدة ساعتين. هذا هو نجمنا الأسطورة عمرو دياب. تعالوا نشوف عمرو دياب عمل إيه؟ قلب، عمل قلبان. أي حتة بيروح عمرو دياب بيعمل قلبان، ولكن في بيروت كان كمان وضع تاني تماما. نشوفه.